السلام عليكم، يعطيكم العافية أخوان، وحياكم الله في شرح للعبة جديدة عائلية شبابية مناسبة لعمر 8 سنوات وأكبر، وممكن تلعب من قبل شخص إلى 4 أشخاص. مثل ما احنا شايفين اللعبة اسمها نمبر 9. اللعبة من تصميم بيتر ويكمان ومن إنتاج شركة زيمان جيمز. الهدف في هذه اللعبة أن يقوم كل لاعب في بناء منطقة اللعب عنده بأكبر عدد من الأدوار، بحيث أن التايلز بالأدوار العالية راح يسجلوا له أعلى عدد من النقاط. الحلو في اللعبة بساطة مكوناتها، وأول ما نبطل البوكس راح نشوف كتيب التعليمات، بعدها راح نشوف التايلز اللي هي عبارة عن الأرقام من 0 إلى 9 مصفطة عندنا في البوكس بهذا الشكل. آخر شيء عندنا كروت الأرقام راح تكون بهذا الشكل وتحتوي على صور لأشكال التايل اللي موجود عندنا. بالنسبة لعملية سيت اب بكل بساطة، راح نخلي صندوق اللعب بالتايلز اللي موجود عليه في مكان مناسب لجميع اللاعبين للوصول إليه. بعدين راح ناخذ كروت الأرقام هذه نخلطها ونحطها في منتصف منطقة اللعب، ونترك مكان لكل لاعب انه يبني منطقة اللعب الخاصة فيه. الحين نبدأ بعملية اللعب، وراح يقوم اي لاعب من اللاعبين بسحب واحدة من هذه الكروت وكشف الرقم اللي عليها. على طول راح يقوم كل لاعب باخذ واحدة من التايلز ووضعها عنده بمنطقة اللعب بالشكل اللي يبيه. الحين مع قانون شرح وضع التايلز، كل تايل عندي احطه في منطقة اللعب راح يكون جزء من مستوى معين. عندي التايل هذا رقم 4 حطيته على الطاولة، هذا راح يكون جزء من المستوى 0. اذا بنيت فوقه مستوى ثاني راح يكون مستوى 1، اللي بعده راح يكون مستوى الثاني وكذلك. الحين لو سحبنا كر ثاني، نقول سحبنا هذا وطلع لنا التايل رقم 6، كل لاعب راح ياخذ التايل رقم 6 ويقدر يحطه بالشكل اللي يبي. ممكن يحطه بهذا الشكل بهذا الشكل، ولكن ما يقدر يحطه بهذا الشكل، لازم يكون الرقم ظاهر. بعدين لازم على الأقل جهة واحدة من التايل اللي حطيته تكون ملاصقة للجهة لأي تايل موجود عندي بمنطقة اللعب. مثلا أقدر أحطه بهذا الشكل، أقدر أحطه بهذا الشكل، بس ما أقدر أحطه بهذا الشكل، بحيث أن تكون الزاوية بس هي الجهة الملاصقة للتايل الموجود من قبل عندي. الحين أنا أبي أبني المستويات بحيث أن تشكل لي قاعدة أبني عليها المستويات اللي بعدها. حاليا قلنا إذا بنحطه راح يكون بهذا الشكل مثلا، ممكن أو أحطه بهذا الشكل بحيث أني قدرت أسكر من هذا المستوى أكبر قدر ممكن وقللت عدد الفراغات. الحين نقول سحبنا الكرت اللي بعده وطلع 9، كل لاعب فينا راح ياخذ رقم 9 ويحط عنده بمنطقة اللعب بالشكل اللي يبي. الحين عندي أنا كذا خيار، ممكن أحطه في هذا الشكل بمنطقة اللعب بحيث أني أكمل المستوى هذا ويكون قاعدة لمستويات ثانية، أو إذا بأقدر أبني أبدأ بمستوى ثاني بحيث أن التايل اللي أحطه ما يكون تحت أي فراغات بهذا الشكل. أنا هني بديت في المستوى الثاني اللي هو ليفل 1، عندي الحين ليفل 0 وهذه 9 على ليفل 1 بهذا الشكل. راح نكمل اللعب، نقول سحبنا الكرت اللي بعده طلع رقم 7، راح أخذ التايل ونفس الشيء راح أحطه في منطقة اللعب بشكل قانوني، بحيث أنه إذا حطيته على مستوى عالي لازم يكون كل الفراغات اللي تحته مسكرة، أو ممكن أكمل على واحد من المستويات الموجودة عندي من قبل، فممكن أحطه في مستوى 0 بهذا الشكل بحيث أنه أشكل لي قاعدة للمستوى اللي أعلى منه. الحين شنو الهدف عندي وشنو راح يعطيني أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعب؟ مثل ما قلنا إحنا قاعد نبني مستويات، وفي كل مستويات فيها عدد من الأرقام. خلينا نقول في نهاية اللعب إحنا وصلنا إلى هذا الشكل، راح نبدأ من أعلى مستوى عندنا. عندنا حاليا مستوى 0، بعدين 1، 2، وهذا المستوى رقم 3.
راح نبدأ بمستوى رقم 3، راح ناخذ كل الأرقام اللي موجودة عندنا في المستوى رقم 3 ونضربها برقم المستوى اللي هي فيه، فعندنا 6 ضرب 3 هذه 18 وراح نشيلها. بعدها راح نسوي نفس الكلام مع المستوى اللي بعده، عندنا المستوى الثاني عندنا عليه 9 و8 هذه، راح نضرب 9 ب2 راح تصير 18، وراح نضرب 8 ب2 تصير 16، اللي التوتال راح يكون 34 للمستوى الثاني. والحين اكمل مع المستوى اللي بعده اللي هو المستوى رقم 1، راح اضرب 9 ب1 زائد 6 ب1 زائد 3 ب1 راح يعطيني 18. طبعا جميع الارقام اللي موجوده عندي في المستوى الاول اللي هو ليفل 0 راح يكون قيمتها 0، ما اخذ عليها اي نقاط، ولكن راح تكون لي قاعده ابني عليها الارقام الثانيه. راح احاول قد ما اقدر الارقام اللي الفاليو مالها القيمه مالتها قليله احطها في هذا المستوى بحيث انها تشكل لي القاعده للمستويات اللي اعلى منها. راح نظل نلعب بحيث انه مثل ما قلنا في كل دوره راح يقوم واحد من اللاعبين بسحب الكروت، ويقوم كل لاعب باخذ الرقم اللي موجود عندنا على الكرت ووضعه عنده بمنطقه اللعب بالشكل اللي يناسبه، وراح نكمل لحد ما تنتهي جميع الكروت اللي موجوده عندي في هذه المنطقه. بعد ما تنتهي جميع الكروت عندي وينتهي اللاعبين من اتمام منطقه اللعب، راح نحسب عدد النقاط مثل ما بينا لكم اياها قبل شوي، واللاعب اللي عنده اكبر عدد من النقاط هو الفايز باللعبه. ومع هذا يكون انتهينا من عمليه الشرح، ونتمنى لكم لعبه سعيده.